السلام عليكم ورحمه الله. خبور هذه المهم اسبوع ديال الغبره اختي، وكل واحد ظروفه. المهم حنايا هذا الشهر هذا راه شهر العبادات، والشهر يعني التركيز على الصلاه والعبادات وبالدعاء وبزاف ديال الحوايج اللي هي روحانيه وديال العبادات، لان الشهر ديال رمضان كل شيء كيعرفوا شهر يعني ايام ما ايامات معدودات، يعني شهر اللي كيستغلوا اي مسلم كثرة العبادات في كثرة الاستغفار في قراءة القرآن، لأن شهر مميز. أنا ما غاديش نقول لكم بزاف، أنا ماشي فقيها، ولكن هذا الشيء راه معلومات يعني عند أي كل مسلم يعني راهم كيكون في باله. الشهر اللي كنستغلوه باش نغفرنا ربي الذنوب ديالنا، وأي شي حاجة كنتمناوها في حياتنا كنطلبوا ربي يسهلنا فيها، وباش اللي بغى يبدل حياته كيطلب ربي في الشهر في هذا الشهر المبارك كيطلب ربي يحققها ليه، لان هذا الشهر الله كيستجيب بزاف الدعوات ديال الصائمين، واللي كيصوم هذا الشهر بالقواعد ديالو وكل شيء ديالو راه ربي كي صراحه كيحقق بزاف ديال الحوايج، وشي حاجه يعني اللي هذا الشهر شي حاجه مميزه بزاف، وبالخصوص الايامات ديال شهر رمضان ايامات معدودات، وكنكسبوا فيها الاخره ديالنا وكنكسبوا فيها حتى صحتنا. لهذا كيقول صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا، لان ملي كنصوموا راه اللي كينقص من الوزن كينقص، واللي كينقص من السكر واللي بزاف الحوايج كندوي فيها صحتنا، بالخصوص في هذا الشهر ديال رمضان الا طبقنا الطريقه ديال الاكل. المهم البنات، فيديو جديد وفلوج جديد من بعد هذا الاسبوع ديال الغبره. المهم انا الفطور ديالي راه طايب، ودابا ما باقيش شي ساعه وشي حاجه المغرب، غادي نمشي ندي شي حوايج شي مانطات يتصبنوا، صبلوني مسافر لفرنسا، وقلت غادي نهز المانطات غادي نديهم، لان راه شي عامين ما صبنتهمش. ما تضحكوش عليا يا اختي، لان اختي عامين راه حتى كيتوسخوا النيت، يعني ماشي توسخوا بزاف، راه غير ريحه النعاس وصافي، ماشي لان اللي مجوجه براجل كبير راكم كتعرفوا كتكون واحد الريحه عندهم خاصه، وبالخصوص هاد الناس هادو كبارين واحد الريحه خاصه كتميزهم. المهم ملي هو سافر والجو بحال بدا شويه كيفرج، واخا راه ماشي فريج عندنا لان حنا عندنا الجو حمق، ولكن ما عندنا اختي ما نديرو، غادي نمشي نصبنهم ونديك معايا اختي لافانديريه تشوفي الطريقه وكيفاش. بزاف الناس اللي ما كيعرفوهاش وما شافوهاش، لان اللي ساكن في مناطق اللي فيها الشمس ما كيحتاجش هذا الشيء، هذا صبنا في دارها وطلع اختي البالكون ولا السطح كيتشمشوا كيتصبنوا كيتشمشوا مزيان. اما حنا اختي الا ما خطاتك هاد لافانديريه راه ما عندك فين تصبنيهم. المهم الكبيدات، واخا كندير لهم انا هاد صوبيصانط اللي كنت شاركت معكم ديك النهار ديك الفيديو، ها هو اختي راه باقي كنديرو، ها هو راه شاركت معكم الطريقه ديالو، حاجه بسيطه. صوبيصانط اللي كنديرو في الحوايج هو اللي غادي ديري في هاد القريعات هادو ملي كتشريها، كتخواها وما كترميهاش. علاش ما كترميهاش؟ لان عند هاد الراس هذا، ها انت اختي ها شي ما كترميهاش حيت عندنا هاد الراس اللي كيفشفش. كاش باش كتعمريها؟ كتعمريها بصوبيصانط اللي كتصبني بهم الحويجات ديالك. انا كان عندي فهاد الريحه هادي، ها هي، ووليت كنديرها كنزيد يعني ثلث غير ديال الماء، كندير مثلا قرعه ديال الماء ما كنعمرهاش الفوق، يعني بحال كتعمريها بصوبيصانط حتى لهنايا، واللي باقي كتعمريه بالماء، ومن بعد كتخلطيهم وكيعطيك هاد المعطر الجوي للدار. يعني ملي تنوضي من النعاس رشي اختي بهذا، صالح الطواليت صالح الفراش صالح لكل شيء. المهم انا باقي اختي كنستعملو لحد الان، ما كيخطانيش من الدار. المهم هذا ديروه عطوه خليوه لوليداتكم يعني في الطواليت، اللي دخل الطواليت كيرش به احسن معطر، وما فيش لا الكول ما فيش شي حاجه اللي غادي تضر التنفس، لان ماشي هو كيخرج على شكل ماء مبخخ، يعني ماء بحال البخ، ماشي بخار، الماء مرشش بحال اللي كترشي ديك الرشاشه ديال التيو على برا، كيخرج بحال هكاك، لان الاخر داك المعطر اللي هو فيه بحال شكل الشكل ديالو بحال الريحه، هذا كيكون فيهم بحال ما مزيانش للناس اللي فيهم الضيقه.
انا كنفضل هذا وكنصح بهذا. المهم اختي انا غادي تمشي معايا اللافندريه وغادي نوريك اختي شنو درتي. ما ديش اختي على التصوير لان راه الظلمه الجو حنا عندنا مظلم. المهم راه ديما تنشكي لكم وديما وشكوى الله ونطلبوا يا ربي يفرج علينا وعليكم ان شاء الله. المهم ما زابيوش مرحبا بكم معايا في هذا الفلوك. ايوا اختي هانتي كتشوفي البيت كي داير مرون. ها هو اختي مرون ومشقلب. هانتي الحوايج بحال راه طاحت قبيله الشتا، طاحت قبيله الشتا. وحيد ولادي ولدي حيد الحوايج رماهم ليا هنايا. ايوا اختي هاد المنطه هادو غادي ندي هاد المنطه هادي، غادي ندي هادي وغادي ندي هادي وغادي ندي هادي. المهم ندي شي وحيدات وغادي نمشي نصبنهم باش نخمل البيت لان الريحه ديالو شادي نقول لك راه ولات في شكل لان هنايا الغموله كما شاركت معكم داك النهار. ها انت اختي البيت عرفتي راه تقارت هنايا بالغموله ورحنا تنقلبوا على الدار مازال ما لقيناش. المهم ها انت كتشوفي اختي البيسو هو الجو حنا عندنا حمق، مره مشمش مره مضبب. المهم المرض وصافي. وفطورنا اليوم ها هو الرغيفات بقاو هنايا كانوا كونجيلادوس جبتهم باش كيدي كونجيلاو. وهنا واحد شويه ديال الفيليت ديال الدجاج، واحد شويه ديال الكفته شاطت البارح هنايا، وهذه المقيله خلاص درتها باش نتعشاو بيها باش نفطروا بها. ها هي ها هي فيها الكفته والبيضه وداك الشيء تقسم الله. المهم حاجه خفيفه خفيف ظريف لان الاخر د رمضان راه ما بقيناش كنقدروا ناكل بزاف، يعني كناكل داك الشيء اللي قسم الله وصافي. وكي يجي بنين زوين غنزيد ليه دابا واحد شويه ديال الزويتينات. والصلاه على النبي. وعندي هنايا ديك الشوربه ديال القرعه بالسانوش. المهم انا غادي نزيد شويه ديال الزويتينات هنايا، الزويتينات خضرين. على شكل طاجين انا عندي طاجين صغير. ايوا فضلت ندير هاد المقيله باش ناكلو مزيان. ايوا الصلاة على النبي وكيجي زوين كيجي بنين. خليه يشرب المريقة. ايوا صافي. المهم البنات البلان تغير لينا، جلسنا اختي حتى فطرنا لان كنت باقا ساعه المكانه. انا خاصني ندير بعض المنطات، اربع المنطات ما غاديش يتصبنوا ساعه المكانه، يعني غادي يبقى ولادي كيتسناوني. اشنو قلت؟ قلت حتى نفطر نقسم الفطور ديالي، نقسم يعني الصيام ديالي، وديك الساعه نمشي اختي نصبن سميتو المنطات ديالي في خاطي. فطرنا حتى سالينا ومشينا، مشينا هما كيسدوا مع ال11 ديال الليل. ال11 اللي معلقينهم على برا راها كتكون الدوله دابا 12. المهم بقات شي ساعتين مشينا صبنا. اول حاجه درنا داك المنطه الاولى في الماكينه كيف ما شفتوا، لقينا ثلاثه ديال الماكينات اللي خاوين. ومن ديك الساعه لقيت الصراحه من مورا الفطور خلينا حتى فطرنا خاطرنا، وزياده على الناس ما كيكونوش بزاف باش غادي يعني باش كيكونوا اللبادورات خاوين. المنطه الاولى درناها في هادو اللي كتشوفي فيها 10 كيلو كتخلصي 5 الاورو. درنا هنايا الصرف وصب درنا تصبن في هاد اللبادوره هادي اللي دات يعني منطقه وحده اللي هادي اللي فيها معمره بالريش ديال الحمام، يعني غادي تاخذ شويه ديال الماء وغادي شويه ثقيله يلا باش تصبن تصبن على خاطرها وتصب تلقى بوحدتها يعني اتساع باش كتدور مزيان وكتصبن مزيان. هنايا هاد اللبادوره هادي كانت واحد لاتينه كتصبن حويجها، ولقينا حنا ثلاثه د اللبادورات اللي خاوين. هادي درنا فيها هادي ديال مولات 16 كيلو، يعني صراحه كان خصني ندير جوج منطات تمايا باش يتصبنوا بجوج بهم لان كان باقي اتساع. ولكن شنو قلت انا؟ قلت كل منطه دار في لابادور باش كي كل ما كيدور فيها مزيان وكتدور مزيان على خاطرها وكيدخل لها الماء مزيان والصابون، باش حيت الحوايج ملي كتدقسيهم بزاف ما كيتصبنوش وما كيتشلوش مزيان وما كياخذوش راحتهم في اتساع باش يبقاو يدوروا في خاطرهم وتصبنوا. بما اننا كندير تصبينه وحده مثلا في عامين او في عام زياده ماشي مشكل نخسر عليهم الفلوس هاد المره هذه، سير عاود واحد المده عاد غادي تصبنوا. المهم جينا دابا حنا بالليل تفطرنا، حنا اختارنا نجيو دابا بالليل ما كاينش بنادم في الدنيا خاويه
وجينا صبناهم. الحبسة كاينة هنا في وسط المدينة، في السنتر ديال المدينة. الدنيا كتعرى، راكم عارفين بعد ما كيخرج لنا في المنطقة ديالو خارج الشارع شوية كيجي شوية بيزار. إيوا جينا بلي تفطر راس علينا، وجينا بلي داقي بان عليا أنا رمضان البنت في عونات هاد واحد هي قولة الله بويط. إيوا المهم نكملو صبين وغادي نمشيو للدار إن شاء الله. هكذا بلي الحسن مستور مكاينش كيشوفنا، كاينة غير أنا واحد السيدة هاهي حدايا. إيوا وبنتي هنايا حدايا صافي. إيوا المهم نتكمل بعدا ونمشيو صافي. هنايا كانت كملت ديك السيدة اللي جالسة حدايا، حيداتهم لابادورة ودارتهم كيتنشفو خوات، وأنا ندير ديك المنطقة الرابعة باش كنربح الوقت وباش كان يعني كان باش نسربي دغيا، لأن كان ما باقي والو يسد ديك مول لاباندرية لأن كيسد فيها في 12. المهم هنايا إلا ما عندكش صرف الماكينة كتصرف لك، أنت هنايا خصني نخلص نحشي في الماكينة 6 أورو. كانت عندي شي 3 أورو تمايا غير ديال المونيداس ديال 10 سنتيم 10 سنتيم 10 سنتيم ولا 20 سنتيم، يعني كان ديك الصرف مخلط. وفي الأخير زدت عليه 10 أورو باش كملت 6 الأورو، والصرف رداته ليا لتحت راه غادي يبان في الفيديو. الصرف اللي شايط على 6 أورو غادي تحطيه تصيفط تخرجوا ليا، زدت هنا 5 أورو يا ربي تسمح لي، على 10 أورو اي 10 أورو باش كملت الخلص ديال 6 أورو اللي باش اللي خاصني نخلص في الماكينة اللي غتصب لي ديك المنطط. كملت 6 أورو، الصرف رداتو ليا لتحت هنايا. هاد الماكينة صراحة مزيانة كتصرف، اللي ما عندوش حيت ما كتقبلش من فوق 20 الأورو، ما كتقبلش مثلا 50 أورو ما كتقبلش تصرفها، كتصرف 5 أورو 10 أورو 20 أورو صافي. كتماركي شمن ليترا ديال لابادورو اللي غتصبن، وكتمشي لابادورو وكتكليكي على ديك البوطون ديال ستار، يعني باش كتبركي عليها باش كتخدم. المهم هنا راه انا كليكت عليهم كاملين، هذه الأ والبي والسي وهذه الدي كلهم انا اللي عمرتهم. هذيك السيده اللي جالسه حدايا راه دايره هنايا حوايج كينشفو، وهاد لابادورا هادي الرقم جي كاين واحد اللي كيجي 75 10 كيلو 5 أورو. الا عندك التريخيطه ديالهم كديري غير 4 أورو 50 الا كنت مشاركه معاهم، الا ما مشاركاش معاهم بحالنا حنايا غادي تخلصي 5 أورو على حساب 10 كيلو ياك. هذه باقا ليها 4 دقائق مسالي، هذه حتى هي بحال 10 كيلو 5 أورو. انا ما عنديش الترخيط، ما عنديش درت 5 أورو، يعني هادو بجوج 10 أورو. اخ هادي 15 كيلو 6 أورو، اللي عندك التريخيطه ديالهم كيخلص خلصي 5 أورو 50. وحتى هادي 16 كيلو 6 أورو و50، زايده غير 50 سنتيم على هادي. هادي 15 كيلو 6، وهادي 16 كيلو 6 أورو و50. عندك التريخيطه كتخلصي 6 أورو. دابا هادي راها قريبة تسالي، ها هي كتعصر شتي، يعني دابا أنا خلصت 6 أورو و50 6 أورو، هي 12 أورو و50 سنتيم 12 أورو 15 أورو و50 20 أورو و50 سنتيم. هادو كاملين 20 أورو و50 سنتيم صافي. هنا البنات راه لابادورة تسالاو، ديك السيدة اللي كانت جالسة حدايا حوايجها نشفو راها مداتهم، باقي هاديك لابادورة السيكادورة اللي حدايا باقي واحد لول جاب حوايجهم مصبنين من دارو ودارهم كينشفو. هنا أنا هنا تايا مشات ديك السيدة، أنا درت جوج المنطاط ديالي ديك القهوية والكحلة كيفما كتشوفو، هما اللي سالاو بكري غادي نديرهم يتنشفو. حتى هادي سالات بما أن تنشيف يعني الله، هذيك السيكادوره كبيره كتهز بزاف ديال يعني ديال الحوايج، هزت لي 3 د المنطات، غادي ندير ليها غير 2 الأورو 10 دقائق باش نشفو. صراحه ديك القهويه ديال الصوفه مع الكحله نشفو دغيا، اما ديك القهويه الاخرى اللي فيها الريش ديال الحمام ما نشفتش، لان ريش الحمام كيشد شويه ديال الوقت باش ينشف. المهم انا عندي غرض غير باش يدور فيهم شويه الهواء وسخونيه وصافي. هنايا خلصت 2 الأورو في الماكينه لهيه،
وجيت هنا باش ندير درجات الحراره اللي خاصني نشف بها هذا المطاط ديالي. كاين هنايا من تحت راه على حسب بغيتي البروده بغيتي الحراره شويه، يعني الحراره فيها بحال الشكل ديال الشيشوار. المهم انا كنت درتهم هنايا على الحراره طوب باش دغيا ينشفوا، واخا تنشف لي غير مانطا جوج نصبنو بهم، ونعرف هذيك الاخرى القهويه اللي فيها الريش ما غاديش تنشف، هذه لان كتشد شويه الوقت الطوب ديالها غليت شي شويه وداك الريش ما كينشفش يعني بسهوله. المهم انا اللي عندي غرض فيهم هو تحيد منهم البول ديال القطط، حاشاكم وعزكم الله، الريحه ديال النعاس راه عامين هما تبارك الله ما مصبنينش، الغبره والريحه ديال الراجل هي راه كبير راكم كتعرفوا. المهم ريحه النعاس راه ما نعاودلكمش، لان هنايا راه شنو نقول لكم، هنا كنتحيد داك جوج اللي تينشفوا وزدت معاها هذيك الصفره، وهنايا واخا نشفت هذه اللي كيف ما كتشوفوا ديال الصفه راه كينشفوا دغيا، لان ديك السيكادوره كتهز تحت ثلاثه ديال المنطات كينشفوا دغيا. اما هاد القهويه مع الصفره غادي نديهم للدار وغادي نشفهم، لان غادي يجمو اللافادوره هاد اللافاندريا خصو يسدها، وانا ما يمكنش نبقى نزيد جوج اورو في جوج اورو، يعني نمشي نفس ساعه متاخره. انا عندي غرض بيهم تصبنوا كيف ما خصني انا، فيهم الريحه ديال سوبي سانتي واعره، وصراحه اللي حداها بحال هادو بلا ما تحتاج اختي تصبني حوي هاد المنطقة فسميتو في ظهرك ديهم خسري عليهم، يعني يستحقوا كيتصبنوا مزيان كيتعصروا مزيان كيتشلوا مزيان، واخا ما تنشفيهمش في تمايا هنايا في السيكادورة ديهم لدارك ونشفيهم وهانية، وكيتصبنوا غزالين صراحة يستحقوا، وكتحوي حتى لصحتك. وهادشي اللي كاين حنا خسرينا نجيو بالليل لان مستورين باش غنخرجوا حنا من المنطقة ديالنا في الزنقة، خسرينا نجيو حتى من مور الفطور،